بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا بروسيس رقم 18 وهي بلان ريسورس مانجمنت وهي وضع خطة إدارة الموارد. هذه العملية الغرض الأساسي منها هي عبارة عن وضع البوليسيز والبروسيجرز البروسيس والتمبلتس هاو وي جونا ديل مع الريسورسز. عندنا تو تايب اوف ريسورسز الفيزيكال ريسورسز وهي بتشمل الايكويبمنت والماتيريال وعندنا الهيومن ريسورس. كيف نتعامل مع الريسورسز الهيومن؟ نحن عندنا اربع انواع من انواع الاورجنايزيشن شارت والبوزيشن ديسكريبشن. عندنا الهيرايكل وعندنا الرام اللي هو الريسبونسبيلتي اساينمنت ماتريكس وعندنا الراسي وعندنا التكست اورينتد اللي هو الجوب ديسكريبشن. الاوتبوت الرئيسي من هذه العمليه هو وضع خطه اداره التعامل مع الموارد بصوره عامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.